السلام عليكم. ليه الذكاء الاصطناعي مش منتشر مع انه على حد سهل انك تدي له اوامر وهو يتعلم؟ هل الذكاء الاصطناعي ممكن يتعلم من مراقبه البشر وتصرفاتهم في العالم؟ اه طبعا. طيب ليه الذكاء الاصطناعي مش منتشر؟ هو الذكاء الاصطناعي منتشر حتى الان في الانترنت، تقريبا كل اغلب المواقع فيها، فحتى مثلا نتفليكس بيرشح لي بناء على حاجات كتيره جدا، في خوارزميات كتيره جدا في الذكاء الاصطناعي بترشح على اساسها، وكذلك مثلا الامازون، وكذلك الفيسبوك الاعلانات، وجوجل الحاجات اللي انت بتدور عليها. يعني لو انا دورت غير لما انت تدور، كل واحد حسب ما بيدور بيلاقي نتيجة بحث مختلفة بناء على حاجات كتيرة جدا، خوارزميات كتيرة جدا، وموجود كتير في المطارات بحيث ان هو يكتشف اذا كان في حد مثلا قلقان زاد عن اللزوم، زي مثلا مطار دبي بالظبط. ممكن مثلا منتظرين العربيات اللي هي بتسوق نفسها بنفسها سيلف درايف تكون منتشرة، دي بتاخد وقت لان احنا مش هينفع نخليها تشتغل غير لما نكون ضامنين 100%، يعني سائت لمدة مثلا مليون كيلو من غير ما يحصل أي حادثة، ساعتها نديها الثقة. أنا مش هركب عربية وأخليها هي اللي تسوق غير لما نكون واثق 100%. زائد إن في مرحلة انتقالية. يعني إيه مرحلة انتقالية؟ يعني دلوقتي البشر كلهم بيسوق، لما الآلات تيجي تسوق الاتنين أفكارهم مختلفة، يعني ممكن البشر مجرد بس إيه يدي غمزة للعربية اللي قدامه ويروح ناقل على طول، فالآلة ما تعرفش ايه اللي حصل، تلاقي حصل حوادث كتيرة بين السيارات الآلية والعربيات اللي بيقودها البشر، وكان الأغلب مشكلة في، يعني لما حققوا في الحادثة لقوا إن البشر كان هو اللي مخطئ، لأن هو متصور إن العربية اللي جنبيه بيسوقها بشر، أو ده بيسوق بسرعة وده بيسوق بسرعة. ممكن بعد كده الشوارع السرعة تختلف، سواء بقت أكتر أو أقل، بس ممكن تختلف عشان موضوع العربيات الآلية، ممكن يقول لك لا ما هسوقش أقل من 150 مثلا 180 فهكذا، ففي اختلافات، فتقعد فترة لحد ما الأمور دي تستقر، وهو بيراقب من البشر بس محتاج كمية كبيرة من المعلومات، فهياخد وقت لحد ما يتعلم حاجات كتير جدا، واحنا خايفين أصلا من إن هو يقضي علينا. يعني تخيل سيلف درايف هيقعد سواقين كتير قد إيه في البيت، هيقعد على كل سواقين مثلا في التاكسي والأوبر والحاجات دي كلها.